هذا عملي السردي السادس الصادر عن دار مصرية اللبنانية في القاهرة، وهي رواية رجل اسمه الرغبة اعتراف دونجوان، وهو يتناول الشخصية الأسطورية دون خوان الذي ولد أول مرة على يد الكاتب الإسباني تيرسو دي مولينا، وبعد ذلك تناولته كتاب كثيرون عالم كثيرون مثلا شكسبير، مولير، ماكس فريش، بيتر هانك. في آخر روايات دون خوان يتكلم عن نفسه، وهذه محاولة لاستضافة هذا الشخصية في الساحة الثقافية المغربية ولا الساحة الثقافية العربية ككل. الرواية ربما هي تتحدث عن مغامرة دون خوان، لكن هي في الأساس هي يعني إدانة للإغواء بكل أشكاله، لأن الإغواء الآن أصبح في جميع المجالات، المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية. وأظن أنها ربما تكون هي الرواية الأولى التي استطاعت أن تكتب في إطار كتابة جماعية مع كتاب عالميين استضافوا هذه أو تناولوا هذه الشخصية. اليوم في معرض الرباط الدولي للكتاب والنشر أقدم روايتي الجديدة العشيق السري لفراو ميركل. هي رواية عن الهجرة، رواية عن الهوية، مشكلات الهوية في دول المهجر. القصة تتحدث عن شاب سوري ولد لأسرة عربية مسلمة في ألمانيا، ويعاني من مشكلة يعني معرفة هويته، هل هو عربي هل هو ألماني. هذا الأمر سيتطور معه إلى مرض نفسي، إلى مرض الإريتومانيا، ويتحول إلى مهووس بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ومن هنا تبدأ القصة وتبدأ مغامرات هذا الشاب. الرواية هي في العمق هي عن يعني كذلك أتناول سيرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لكن بطريقة إبداعية متخيلة مرتكزة على بعض الأحداث الحقيقية من حياة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.